اوكي طيب النهارده نتكلم على inheritance. اوكي it's one of the most important pieces بتاعت object oriented programming. احنا اتكلمنا على concept بتاع الـ encapsulations بقى اللي فات وشفنا encapsulation تشتغل ازاي. النهارده هنتكلم على الكونسبت بتاع inheritance, why is it important, وبيعمل ايه بالظبط. بتهيألي وانتوا شايفين ما احنا ماشيين في الكورس ده في theme كده بيظهر. I think the theme اللي بيظهر لكم دلوقتي ان معظم التغيرات اللي بتحصل من ال procedural programming اللي هي ال programming المبنية على functions الى object oriented programming هي changes عشان تسهل في الكود ريوز وفي الكود ديزاين. يعني اي بروجرام انت ممكن تكتبه باوبجكت اورينتد بروجرامينج انت ممكن تكتبه ببروسيجرال بروجرامينج بفانكشنز عاديه. فقط التغيرات اللي حصلت عشان تخلي عمليه التنظيم بتاعت البروجرام احسن من ناحيه الكود ريوز. اوكي اول حاجه او او بي ميكس changes to organization of code to improve code reuse. We نقولها ازاي دي error isolation and thinking about problems. Okay. So أول حاجة ال code reuse إن هي تسمح لي أعيد استخدام الكود بتاعي كتير. يعني في أعيد استخدام الكود بتاعي بطريقة سهلة في programs تانية. Once I've developed the code, I can then go ahead and reuse this code in different projects, in different applications easily without a problem. That's one of the main advantages of object oriented programming. And here code reuse. الحاجة التانية هي error isolation. هي error isolation إن أنا ب isolate الكود بتاعي او ايزوليت المشاكل بتاعتي في حته واحده. فلو حصل بج مثلا تبع الحاجات الخاصه بالسيركلز انا هروح مكان واحد بس اتعامل معاه اللي هو الكلاس بتاع السيركل. That's error isolation ليها علاقه بالانكابسوليشن اتكلمنا عليها الاسبوع اللي فات. عشان كل حاجه انكابسوليتد محطوطه في كبسوله مقفوله لما يحصل خطا في شيء انا بعرف اروح فين عشان اصلحه. الحتة التانية اللي هي بتمبروف ات ممكن 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 نفصلها عشان اتس اتس ديفرنت. هو thinking about programs هي طريقة مختلفة للتفكير عن البروجرامينج بتريحني. يعني أنا بدل ما التفكير بتاعي يبقى متشتت لا بفكر إيه هو الشيء الواحد student teacher classroom إيه الشيء الواحد وابتدي أنظم تفكيري إيه كل الحاجات اللي تخص الكلام ده فبتسهل لي في كتابة البروجرام بتاعي عشان أنا فكري متنظم. من كل الحاجات اللي موجودة عندي هنا الحاجة اللي تخص الانهيرتنس هي الكود ريوز والثينكينج اباوت بروبلمز. دول الحاجتين اللي بيخصوا ال انهيرتنس. اوكي دول الحاجتين اللي بيخصوا الانهيرتنس. طب وات از انهيرتنس لو وات از inheritance. احنا شفنا ان هي مهمه عشان بتسهل لي كود ريوز وثينكينج اباوت بروجرامز. يعني بتسمح لي اعيد استخدام الكود بتاعي وبتسهل لي طريقه تفكير في البرمجه بتاعت الاو بي بتسهل لي الفكر قوي. طيب هي ايه اصلا الانهيرتنس؟ الانهيرتنس inheritance is a feature of OOP that allows me to write code that is reused in multiple classes only once and then inherit it in all classes that need it. ايه ده؟ ايه الكلام الفاضي ده؟ فكره الانهيرتنس ان انا لو في كود بستخدمه كتير خلي بالك لما بقول كود انا مش قصدي بس على functions ممكن functions او variables اشياء جوه class معينه بستخدمها في كذا مكان. انا ممكن اكتبها في class واحد بس اكتبها في اول class انا بصممه وبعد كده اورثها. يعني ايه اورثها؟ يعني اخد نسخه منها في كل الكلاسز الثانيه اللي موجوده عندي اللي بتستخدمها.
طبعا من ناحيه الكود ريوز ريحتني عشان انا مش هفضل اعيد كتابه نفس الكود في كل كلاس من الكلاسز اللي موجوده عندي اللي بتحتاجه. ده من ناحيه الكود ريوز. طب من ناحيه الثينكينج اباوت بروجرامز، بتسمح لي ان انا اشوف علاقات ما بين كلاسز، في ريليشن شيب بتوين كلاسز، بتسمح لي ان انا يعني افكر بشكل منظم كل الحاجات دي شبه بعضها، فتعال نحطها في حته واحده وبعد كده نبتدي نعمل لها انهيرتنس. تعال نشوف التيبكال اكزامبل انا بديه لما يبقى في حاجه زي كده. على فكره الرسم انا هرسم دلوقتي رسمه، بس الرسمه دي مش هتبقى موجوده في الفايل ده. يعني ده الادفانتج بتاع مايكروسوفت ون نوت بصراحه، بس هو تقيل قوي على الماك بتاعي عشان كده بكتب لك على تكست باد، بس الرسمه هتفضل موجوده في الفيديو. طيب تعال نفترض مع بعض، تعال نتكلم مع بعض. افترض احنا بنعمل الكود بتاع ناس اشخاص في الاكاديميه. We are writing, assume that we are writing code that represents people in the AST. هنفترض بس دلوقتي for the sake of brevity ان انا هتكلم على two types of people: students or faculty members. Okay, just to simplify الفكرة. طيب ال students or faculty members، انا اسالكم بقى سؤال، هل في حاجات ما بينهم common مشتركه؟ الاسم مثلا، الاسم. There are some common things between above two classes such as اول حاجه name، ايه تاني؟ age مثلا. age، ايه تاني؟ nationality مثلا، gender and so on. So there are many things which are common between the students and faculty members. والحاجات الكومن دي كلهم يعني موجودة عشان ال students and faculty الاثنين ال two categories دول أو ال two أشياء دول ينتموا لشيء واحد، هنقول عليه الشيء الأب، هو الشيء الأصلي بتاع students والفاكولتي. ايه اصل students والفاكولتي؟ هما ايه؟ الاثنين هما ايه؟ People. Because these commonalities exist because they are both people or humans. Okay. فإذن عشان الـ students والـ faculty الاثنين are humans. العلاقة على فكرة اللي تبقى موجودة عندي هنا بنسميها علاقة is a relationship. هنتكلم عليها دي كمان شوية. Relationship. Okay. في علاقة is a، في علاقة انتماء. الـ student ينتمي للـ human beings والـ faculty members ينتمي للـ human beings. ده معناها الاثنين ينتموا لنفس الشيء. Both of them are human beings. Student is a human. Faculty member is a human. شفت حتى is a دي. دي is a relationship. لما يكون عندي حاجة بالمنظر ده ابتدي استخدم inheritance. طب استخدم inheritance ازاي؟ استخدم inheritance كالآتي. اوكي نعمل annotate معلش. هنعمل أول حاجة. اوكي ثانية واحدة. أول حاجة بنقوم عاملين الكلاس اللي اسمه humans. كلاس اللي اسمه human أهو. وحط فيه كل الأشياء اللي تخص الـ human such as a name، such as GPA. مفيش GPA في الـ human. إيه اللي أنا بعمله ده؟ مفيش name، مفيش GPA في الـ human. ثانية واحدة. نعمل undo. Such as age. Such as gender and so on. So الحاجات الكومن الموجودة عندي بحطها في humans. كل الأشياء المشتركة بحطها في humans. وبسمي الكلاس ده، شايف الكلاس ده؟ بسميه الparent class. إيه هو الparent class؟ هو الكلاس الأب. ده الكلاس
اللي فيه الحاجات المشتركة، الحاجات الكومن ما بين الكلاسز التانية. وبعدين اجي انفذ احط تو كلاسز تانيين، واحدة للستودنت وواحدة تانية للفاكولتي ممبرز. اوكي، وابتدي انهرت هورس. شايف السهم ده اهو، انهرت هورس. هورس الحاجات الكومن، يعني لما اعمل عمليه الانهرتنس دي الستودنت هيبقى جواه نيم وايدج وجندر، والفاكولتي ممبر هيبقى جواه نيم وايدج وجندر برضه. اوكي، فانا هورس الحاجات الكومن واحط ايه طيب جوه الستودنتس؟ احط الحاجات اليونيك للستودنت. ايه الحاجه اليونيك للستودنت مش موجوده في الفاكولتي ممبر؟ مثلا جي بي اي، جي بي اي which ID. ID perfect. Department مثلا. Department، لا بس department انا ممكن برضو الفاكولتي يبقى من قسم كمبيوتر او كده، ممكن نقول term. ايه رايك؟ او semester. اوكي، طيب ايه الفاكولتي ممبر مش موجود في الستودنت؟ salary مثلا، number of working hours او اللي هو عدد ساعات المفروض يدرسها. كل faculty member ليه ساعات معينه المفروض يدرسها على حسب المنصب بتاعه وهكذا، and so on. يبقى انت اللي انت بتعمله ده، شوف design mechanism mechanism يسهل لك التفكير في البرمجه. الاب اللي هو الحاجه common فيها كل الحاجات المشتركه. بعدين صح، نسيت اقول لك ال two classes اللي تحت دول بنسميهم child classes او children. اوكي، ده الشايلد كلاس او تشيلدرن. في دول الشايلد كلاس او التشيلدرن بتوع البيرنت كلاس، يعني فاكولتي از ا تشايلد اوف هيومن، ستودنت از ا تشايلد اوف هيومن. او بالمنطوق بتاع از اي ريليشن، انا اقول فاكولتي اف فاكولتي ممبر از اي هيومن، اي ستودنت از اي هيومن. علاقه الاز اي دي هي علاقه الانهيرتنس. وابتدي احط الحاجه بتاعتي. شوية discussions هندسكسها دلوقتي عشان دي هتفرق معاك قوي يعني في بقية المحاضرة. حاجتين تبتدي تظهر لي هنا. مين يفكرني الفكرة بتاعت ال data encapsulation كانت بتقول لي ايه على ال variables اللي بعرفها؟ لازم ال variables تبقى ايه؟ ها؟ لازم ال variables تبقى ايه في ال data encapsulation؟ شباب مش سامعني ولا صوت واقع؟ كويس كويس، سامعني يا دكتور؟ بقول لكم ال data encapsulation كانت بتقول ايه؟ بجمع الحاجه بتاعتي كلها كانها زي كبسوله دي. بس اوكي. طب ال visibility اسهل لك، ال visibility بتاعت الفيزيبيليتي بتاعت الفيربلز كانت بتبقى ايه؟ private which means when the visibility is private what that means is nobody outside the class can see it. صح ولا انا غلطان؟ تمام. طيب هل الستودنت والفاكولتي بره الكلاس الهيومن ولا جوه الكلاس الهيومن؟ هيبقوا بره الكلاس. بره الكلاس، فانا لو جيت عرفت النيم والايج والجندر private، هل هشوفهم جوه student و faculty؟ لا، مش عارف اورثهم. صح، ودي اول مشكله جايه لي. لو انا خليت عشان اتبع فكر ال data encapsulation، لو خليت ال name وال age وال gender private انا مش عارف اورثهم اصلا. طيب ال alternative اللي احنا خدناه لغايه النهارده ايه هو؟ لو ما كانش private ممكن نخليه يبقى ايه؟ public. بس انا بوظت فكره ال data encapsulation. فاكرين لما كنا بنعمل حاجه public كان ممكن اي حد يعتمد على الكود فالدنيا تبوظ؟ صح، تمام. يبقى احنا عايزين حاجه تانية ما بين public وما بين private. تعالى نتناقش مع بعض الحاجه دي عايزها تعمل ايه. الحاجه دي انا عايزها تظل تسمح لي بالديتا انكابسوليشن. طيب ايه الفكره ورا الديتا انكابسوليشن؟ ديتا انكابسوليشن يعني انا مش عايز اي حد، هغير الكلمة، أنا كنت بقول مش عايز أي حد غير الكلاس، أو أنا مش هغير حد، مش عايز أي حد غير اللي فعلا
يخصوا الداتا دي يشوف الـ variables عشان ما يعتمدش عليها. يعني مش عايز المين بروجرام يشوفها. صح؟ تمام. بس في نفس الوقت عايز الناس اللي بتورث مني تشوفها. عشان لو انا ما خليتش اللي بيورث مني يشوفها مش هيورثها اصلا. ففكرة الانهيرتنس هتبوظ. دي مفهومة؟ تمام. Very good. الـ visibility method اللي عملوه جديد عشان يسمح لي بالحتة دي اللي هو ايه، يعني نراجع مع بعض، ان الـ child classes تقدر تشوفها، تقدر تشوف الحاجة دي، بس اي حد بره الـ child classes ما يشوفهاش. الـ visibility method الجديدة دي اسمها protected. استنى اهو اهو ايه اسمها protected. فانت لما تيجي تكتب الـ visibility بتاعتك هتقول كاتب protected مثلا int age مثلا كده. انت عملت الـ data encapsulation. يعني ازاي عملت الـ data encapsulation؟ يعني المين بروجرام مش هيشوف، المين بروجرام دلوقتي مش هيشوف age، لكن الـ student هيشوفها ولا ما يشوفهاش؟ هيشوفها. Which is exactly what we want. So now we've created a new visibility type, which is protected. بتسمح للchild program يشوف ال variables بس في نفس الوقت بقى enforce data encapsulation. يعني أي حد تاني مش هيشوف ال variables. دي أول حاجة عايزة discussed معكم فيها. طب تاني حاجة عايزة discussed معكم فيها عشان تبقوا فاهمين الدنيا. أسألك سؤال دلوقتي. أنا لو عملت creation لobject من نوع student وobject من نوع faculty، أولا أنتوا فاهمين يعني إيه object صح؟ إن أنا بكريت instance من student وinstance من faculty. تمام. Very good. Will they share memory ولا لا؟ يعني هل لو أنا created من student object اسمه A وعملت من faculty object اسمه B، هل A و B هي شير مع بعض الميموري الخاصة بالنيم والايج والجندر، ولا كل واحدة يبقى ليها النيم والايج والجندر بتاعه المستقل؟ رأيكم؟ كل واحد هيبقى ليه النيم والايج بتاعه المستقل؟ بالضبط، كل واحد هيبقى ليه النيم والايج والجندر بتاعه المستقل. الطالب اسمه محمد، الدكتور اسمه أحمد، ده مش نفس الاسم، فلازم الميموري بتاع ده يبقى مستقل عنده. انت لما تيجي تكريت اوبجكت في الاخر، تيجي تكريت اوبجكت من نوع ايه اهو، اوبجكت من نوع ايه، لما هاجي هحجز له مكان في الذاكره، انا هحجز له مكان للنيم بتاعه اللي هو ورثه، اللي هو ورثه من هنا، ايج جندر جي بي اي بلا بلا بلا، ده ايه. ولما اجي احجز لبي انا هحجز له في مكان تاني مختلف، نيم ايج جندر مختلف. اوكي، يعني انا ما بوفرش في الذاكره. شايف ده الثلاثه هم دول الثلاثه، ولا هعمل لهم ريبيت؟ انا ما بوفرش في الذاكره. انا ليه بقول لك الحته دي؟ فور سام ريزن الترم انا ما درستش الماده دي بقالي فتره، يعني يمكن اخر ترم درستها كانت الناس فاكره عشان انا بعمل انهيرتنس انا بسيف ميموري. يعني ايه بسيف ميموري؟ يعني انا خلاص عرفت النيم مره واحده، هيبقى عندي نسخه واحده منها. نو سير، انت هيبقى عندك نسخه من النيم لكل اوبجكت بتخلقه منفصل. الحتة الوحيدة اللي هتسيف فيها سبيس هو في الكتابة، وانت بتكتب السورس فايل بتاعك هيبقى فيه النيم ده مكتوب مرة واحدة. لكن في الميموري لما تيجي تحجز له، انت هتحجز ميموري مستقل لكل اوبجكت انت بتكريته. مفهومة دي ولا لا يا شباب؟ تمام. Very good. طيب تعال نرجع بقى نبتدي نعمل ديزاين لحاجة كويسة. انا هعمل كلير للدروينز ونبتدي نشتغل تاني. شيل ال annotation. Okay, sorry. Let us take a simple example. طيب تعال ناخد example. عايز اخد example بسيط. إذا example البسيط ده هيسمح لي هو فين الحتة بتاعت الميتنج؟ مش مفروض بيبقى فيه كده؟ أهي ماشي. الاكزامبل البسيط ده هيسمح لي إن أنا اخد الفكره بتاعت الانهيرتنس واطبقها فعليا. بدل ما نعمل اكزامبل بتاع هيومن وستودنت، ده اكزامبل سهل شويه. تعالى ناخد اكزامبل فيه شويه تفكير. ديزاين تو كلاسز
one that represents a circle and the other that represents a cylinder. Use these classes in a main program to calculate the area of the circle and the volume of a cylinder. ايه مش ده ده معناها ان في حاجه واحده لكن ايه هي المصطلح الصح. طيب قبل ما نعمل حاجه زي كده تعال نشوف هل في علاقه is a هنا، هل في علاقه ان اتنين ينتموا لنفس الشيء في حاجه معينه ولا لا. اهو هشغل برافو عليك. في ايه هي الريديوس؟ اوكي that is very good, that is very good. The radius is common. تعال نشوف العلاقة الـ is a هو ايه الحكاية. بنعمل ماوس كده وبعدين نعمل draw. اوكي draw. بص يا سيدي ده السيركل، ده انا ما برسمش كويس معلش الرسم بتاعي وحشني، ده سلندر. بص لي كده وانت باصص دلوقتي ايه العلاقه اللي ما بينهم؟ طبعا في هنا radius وفي هنا radius، بس ايه العلاقه اللي ما بينهم؟ السلندر فيها تو سيركلز؟ السيركل فيها سيركلز. انت قلت لي تو سيركلز، انت قصدك دي ودي صح؟ تمام. عايزك تفكر كويس قوي وتقول لي هي فيها تو سيركلز ولا اكتر؟ لا اكتر عشان قول ايه؟ تبقى اكتر من سيركل واحده السلندر. ما هو اكتر من سيركل واحده، هو ايوه باشمهندس قال لي فيها تو سيركلز، انا بساله تو سيركلز ولا اكتر من تو؟ ولو اكتر من تو كم واحده؟ infinite الفوليوم بتاعها الفوليوم بتاعها an infinite number of circles. عندك circle فيها 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 circle علشان تعمل سلندر بتاعتك دي، فدي مجموعة circles يا باشا. This is a set of circles. يبقى السلندر is a نوعا ما circle. اوكي دي اهم حاجه، انا عايزك تجيب ال is a relationship دي. ال is a relationship دي هي ال core بتاع تفكيرنا في object oriented programming لما اتكلم على ال inheritance. ال cylinder دي مجموعه circles يا جدعان، مجموعه circles، فاذا في علاقه ما بين. طيب يبقى العلاقه دي هتشمل حاجات، هتشمل الاول variables اللي هو القيم الموجوده عندي اللي هو محمد تالي الاف ثانيه، الاثنين عندهم radius. طيب بالاضافه للراديوس السلندر عندها ايه كمان؟ هايت بيرفكت، فده هيبقى يونيك في السلندر. طب تعالى نتكلم مع بعض شويه. ايه رايك يا باشا بيزد اون الشكل اللي قصادك ده، الفوليوم بتاع السيركل عباره عن ايه؟ الفوليوم يعني السيركل ولا السلندر؟ السلندر اسف. الفوليوم بتاع السلندر يبقى عباره عن ايه؟ المساحه اللي واكلاها السلندر تبقى ايه؟ ايوه الاريا بتاعت السيركل تايمز الهايت. بالظبط كده، الاريا بتاعت السيركل الشريحه الواحده، الشريحه الواحده دي اهو، اخد الاريا بتاعها اللي هو المساحه اللي واخدها واقوم ضاربها في الهايت عشان في كذا واحده منها بمقدار الهايت، ده هيديني الفوليوم. يعني اذا طريقه حساب ال الفوليوم بتاع السلندر هيستخدم، خلي بالك من حاجه، هيستخدم الاريا بتاعت السيركل. حد عنده اعتراض في دي؟ لا تمام. طيب استاذنك، هل طريقه استخدام او كالكوليشن بتاعت الاريا بتاعت السلندر هتختلف عن الاريا بتاعت السيركل؟ لا هتختلف ولا لا؟ انا مش عارف اسمها. هتختلف
هتختلف. طب ايه هي الاريا بتاعت السلندر رايكم؟ الاريا يعني المساحه الخارجيه. هل اللي فوق ده مش هو السلندر؟ اسمها لك تاني، مش هو السلندر؟ اه معلش الرسم بتاعي وحش. ايوه انا برسم على يا دي المصيبه، برسم على ال التابلت بتاعي، والتابلت بعيد عني بس عشان السيت اب بتاع المكتب غريب هنا، فاستحملوني معلش. اوكي استاذنكم. الاريا بتاعت السلندر تبعي، هل السيركل فوق دي ليها اريا؟ اه ليها اريا، وده جزء من الاريا بتاع السلندر صح؟ والسيركل اللي تحت ده ليها اريا؟ تمام. اه يبقى اتنين اريا اوف سيركل زائد الجسم ده اللي هو اللي بيربط اللي فوق وتحت، مش ليه اريا؟ البرامتر بتاع السيركل. ايوه الهايت كله. برافو عليك. انت لو جيت فكيت، انا قطعت الحته دي، قطعت الحته دي وقطعت تحت، انت لو فكيت دي هتبقى اصلا ريكتانجل. خلي بالك ان انت فكيتها، يعني انت قطعت دي وفردت الدايره، فالخط ده هو البرامتر بتاع الدايره وده الهايت. يبقى دي هتبقى بلس بريمتر اوف سيركل تايمز هايت. حد عنده اعتراض في انا بقوله ده؟ تمام بيرفكت. ليتس جو اهيد اند رايت ذس از كود. يلا بينا. طبعا وانا بكتب ككود انا هوريك ازاي نعمل انهيرتنس. انا لسه ما قلتلكش ازاي بنعمل انهيرتنس، هوريها لك وانا بكتب الكود عشان هي تكه سهله قوي. طيب تعالى نعمل الديزاين بتاعنا. هنكلير الاول الرسومات عشان تقدروا تشوفوا الكود. يلا بينا. دكتور هو انا بعمل انهيرتنس كل الميثودز صح؟ That is a perfect question يا باشا. باشمهندس قال لي انت بتعمل inheritance لكل الميثودز الموجوده في الكلاس، يعني كل الميثودز الموجوده في الكلاس الاب البيرنت هورثها. الاجابه you don't have to، you can actually choose which methods to inherit and which methods not to inherit. ايه اللي بيعمله، ايه اللي بيحصل له inheritance؟ اي حاجه الفيزيبيليتي بتاعتها public او protected تقدر تورثها. طب اي حاجه الفيزيبيليتي بتاعتها برايفت، ايه الاخبار؟ مش هقدر اعملها انهيرتنس. مش هقدر اعملها انهيرتنس. فاي كان تشوز، لو في حاجه لوكال عايز اعملها في الكلاس فوق بس مش عايز حد يشوفها ومش عايز اورثها خليها برايفت. لكن لو اي حاجه عايز تورثها هتخليها اما بروتكتد يا اما بابليك. طيب الاختيار بين بروتكتد وبابليك هيبقى بناء عليه امتى اخلي الشيء ميثود او 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 اي حاجه ثانيه. امتى خلينا في الميثود، امتى اخلي الميثود بروتكتد وامتى اخلي الميثود public؟ مين يقول لي؟ public لو انا عايز استخدمها يعني اعدل فيها بره الكلاس. برافو عليك، عايز استخدمها في المين بروجرام او في حته ثانيه بره الكلاس. طيب protected؟ protected اعمل لها inheritance بس اكسسها من جوه الكلاس بس. برافو عليك. برافو عليك، كده الدنيا مفهومه بالنسبه لك. الحاجه البروتكتد انا هستخدمها جوه الكلاس وجوه الكلاس اللي بينهرت. هستخدمها عشان تساعدني لكن مش جزء من البابليك انترفيس بتاعي. يعني ايه مش جزء من البابليك انترفيس بتاعي؟ مش جزء من الحاجات اللي هعمل لها اكسبوز للمين بروجرام او اي حاجه خارج الستراكشر بتاع الانهيرتنس ده. مش هيشوفوها، ما يقدروش يشوفوها. فلو حاجه بس فقط عايزه تعمل حسابات داخليه في الكلاس بتاعي واللي بينهرت مني هخليها بروتكتد. لكن لو حاجه عايزه تتشاف بره عشان استخدمها في المين بروجرام هخليها public. خلي بالك لو هتتشاف في المين بروجرام هي public وبرضه هورثها، يعني public بيتورث برضه. الحاجه الوحيده اللي ما بتتورش هي البرايفت. اوكي؟ يلا. This is the parent circle class. تعال نتكلم مع بعض، فاقول له class circle اهو.
ده الكلاس السيركل بتاعي. ابتدي اعرف الفاريبل الموجود عندي اللي هو الراديوس. الراديوس انا عايزه في السيركل بس مش عايز ابوظه، يبقى اخليه ايه؟ protected. perfect. protected double radius. وتعالى نعمل له الاكسسوار بتاعه هيبقى public double radius. قلتلك الاسم لو انت فاكر اللي قلتلك الاسبوع اللي فات، الاسم has nothing، يعني مش لازم اسميه radius bar capital، just a convention تقليد. get return radius set radius تساوي ايه؟ ها لا كده ما ذكرناش تساوي ايه؟ ثانية يا دكتور. Okay, we've done the accessor. We can now go ahead and design our functions. Function that has to come in and have two functions, perimeter and area. Function that has the perimeter and function that has the area. Has to ask the functions, do you want to show them or not? Do you want the cylinder to know the area of the circle? لازم تحسب وتحسب كمان البريمتر الاريا والبريمتر زي ما احنا شفنا هنحتاجها في المعادله اللي فاتت. طيب عايز المين بروجرام يقدر يحسب الاريا بتاع الدايره ولا لا؟ المين بروجرام انا عايزه اكيد اكيد طبعا. ما هو المين بروجرام اكيد هيحسب الاريا بتاع الدايره، يبقى اذا الفيزيبيلتي بتاعت الاريا دي تبقى ايه؟ public. شفت ازاي بنختار اذا كان public ولا protected؟ بشوف انا هحتاجها فين. لو حاجه احتاجها في المين بروجرام وفي الكلاس اللي بيورس يبقى public. لو حاجه عايزها في الكلاس اللي بيورس فقط تبقى protected. لو حاجه مش عايزها الا عندي انا تبقى ايه؟ private. يبقى لازم تبقى في مخنا فكره الفيزيبيليتي دي كويسه قوي. طيب تعالى public double area. And sometimes when I get excited, I talk too quickly. If I do, stop me. لا هدي شوية في كلامك. Okay. Radius times radius times pi. دعنا نعملها math to pi. Okay. وتعالى نعمل الثانية public double perimeter. Okay. نعملها return 2 times pi. يا عم انا قلت لك pi ايه ده؟ pi times radius. Okay, so we have designed the class of the circle. Had you ever thought of the class of the circle? Hello. Let's go ahead and move on to. I'm sorry. I think when I'm writing the code, I'm going to do a mistake. I'm going to make it. I'm going to test my body. Let's do class. بتاع cylinder. This is child class of the cylinder. Class cylinder. شو بقى دي الجديدة؟ شو قلت لك اقولها لك هنا مش هقولها لك في الشرح النظري عشان هي very easy. انا كتبت cylinder عايز inherit من circle اعمل ايه؟ حط نقطتين فكت circle بس كده. كده انت عملت الهندل. شفت سهله ازاي؟ ورست كل الاشياء اللي موجوده في السيركل الفيزيبيليتي بتاعتها هي ايه؟ ايه اللي هي الريدز رستها public او protected. public او protected. public او protected. لكن اي حاجه private you have not inherited. طيب تعالى نتكلم مع بعض دلوقتي على الهايت بتاعت السلندر. لغايه دلوقتي في الاكزامبل بتاعي هل انا هحتاج الهايت ده اورثه في كلاس تاني؟ لا خليها برايفت.
برافو عليك. دبل طيب شفت ازاي انا الديفولت بتاعي از اكشلي از اكشلي برايفت فممكن سيبها كده. اقول لك حاجه تعال نعملها شورت كات. فاكر الشورت كات ميثود اللي خدناه؟ فاكر public double height عشان نخلص نفسنا. استأذنك هنا اسم ال اسم ال variable اللي أنا بتعامل مع ال height اسمه إيه؟ ال variable اللي بيتخزن فيه ال height هل إحنا عارفين اسمه؟ لا لا. It's automatically created in the background من الاكسسور اللي انت حاطه قصادك ده. فاكرين ده الشورت كات ميثود اللي احنا قلناه؟ تمام. Very good, very good. So we're now ready to do our calculations. نبتدي نكتب ال area وهنا هتظهر المشكلة اللي عندي. Public. بص هو على حسب الكومبايلر اللي انت شغال عليه ممكن يطلع لك warning او ممكن يطلع لك error يوقف البروجرام. انا مش فاكر انا عملت ايه settings على الماك بتاعي هنا فاحنا هنشوف مع بعض. Double. Area. طلع error. تعال نشوف ال error اللي طلعه. قال لك ايه؟ شايفين انتوا المسج؟ Early already موجودة في السيركل. برافو عليك. Because انا لما جيت دلوقتي ورست circle جوه السلندر انا already عندي function اسمها area. فلما اجي اعرف function تانية اسمها area هيحصل clash. الكمبيوتر هيتلخبط. فقلت لك انا هعمل غلطه وانا قصدها اهي. طب there are two ways to get around this error or get around this warning. It's really a warning بس في شويه كومبايلرز لما بتقول له treat warning as an error هيوقف لك الكود مش هيشتغل. طيب how do I get around it؟ يا اما هسميها حاجه ثانيه cylinder area which is not correct design. انا المفروض الديزاين تايب unified اي شكل اقول له area يحسب الاريا بتاعه. Rectangle area يجيب area. Circle area يجيب area. Cylinder area يجيب area. يبقى إذن أنا محتاج طريقة تانية دلوقتي أخلي الاريا اللي موجودة فوق الاريا اللي موجودة فوق تختفي عندي. تختفي عندي. ماشي؟ ومش تختفي عندي تبقى عندي مش هي الديفولت اللي باينة. لو حبيت أروح لها لازم اروح لها بطريقه منظمه، لكن انا عايز اللي عندي دلوقتي اللي موجود عندي انا يبقى بتاعتي انا، الاريا بتاعتي انا بس، طب بعملها ازاي؟ باجي قبل public او بعد public مش عارف انا اشوفها بتتكتب فين؟ بنكتب كلمه new. تتكتب فين؟ واضح ان هي مش هنا، تعالى نعملها هنا. انا ناسي. معلش يا شباب انا اخر مره درست الكورس ده كان ages ago. لا هي كده اشتغلت خلاص. تمام؟ يبقى new public دبل اريا. هو دلوقتي معلم على الاريا عشان مش بترجع قيمه. Okay. Does not return. Okay. هقول له return. تعال نحسب الاريا بقى بتاعت ال سلندر. الاريا بتاعت السلندر كانت ايه يا شباب؟ الاريا بتاعت 2 pi r squared. 2 pi r squared. Plus 2 pi r times the height. Plus 2 pi r times the height. دكتور مش دي كده polymorphism؟ No. It's close to polymorphism. احنا قربنا على polymorphism, it's not exactly polymorphism. قربت بس انا اوريك polymorphism. اديني فرصة. polymorphism فكرة اعمق من كده سنة. Okay. 2 pi r في الهايت. صح؟ صح تمام اوكي انا لسه ما خلصتش الشرح ان لسه في حاجه هنا عايزك تعرفها فانا هكتب كده بس هنرجع تاني اوكي تعالى نرجع تاني دي عباره عن ايه الاريا بتاع السيركل؟ الاريا بتاع السيركل، هل عندي فانكشن اوريدي بيحسب الاريا بتاع السيركل؟ هي جوه السيركل. هي جوه السيركل، بس انا ورثتها. صح ولا لا؟ طب انا ورثتها، ما
بس ورثتها باسم ايه؟ اريا. صح ولا انا غلطان؟ خليكم معايا. سلايتلي كونفيوزنج. طيب معلم انا ورثتها انا اسف. بعد لما ورثتها جوه السلندر انا خبيتها. خبيتها بكلمه ايه؟ فين الكلمه اللي خبيتها؟ نيو. النيو دي خلت الاريا اللي موجوده جوه السلندر هي تاخد بريسيدنس عندي. خلي بالك استنى انا هكتبها how to see parent function in child C sharp. اوكي احنا دلوقتي عايزين نرجع تاني. انا خلاص انا خبيت اريا، فانا جيت كتبت هنا كلمه اريا. لو كتبت هنا كلمه اريا همسح دي واكتب كلمه اريا. هو بينادي كده اني اريا. ها لو كتبتها كده ينادي كده اني اريا. باش ها مين بيقول؟ يوسف ولا محمد؟ مين بيقول؟ انا قلت السيركل. انا كلمه نيو بتعمل ايه يا باشا؟ انا لسه قايلها كلمه نيو بتخفي اللي في السيركل القديمه بتاعت السيركل. فانت لما تيجي تكتب هنا اريا انت كده بتستخدم اني اريا بتاع السلندر. بتاع السلندر دي هاف ريكيرجن هنا صح؟ فاكر والريكيرجن ما فيهاش ستوبينج كونديشن. هل اللي فيها ستوبينج كونديشن؟ لا الكود ده مش هيقف لو شغلته، ده انفينيت لوب. طيب هل في طريقه بعد لما اخفي الاريا اللي جايه من البيرنت كلاس؟ كلمه ثانيه للبيرنت كلاس هي البيز كلاس. اوكي البيرنت كلاس هو البيز كلاس اللي هي الاساس. هل في طريقه بعد لما اخفي الفانكشن او الميثود الموجود في البيز كلاس ارجع ثاني استخدمه؟ اه بعمل ايه؟ قبل لما اجي اكتب كلمه اريا بكتب كلمه بيز دوت. شايف بيز دوت اريا كده انت بتجيب الاريا. بس الاريا بتاعت مين؟ السيركل. بتاعت السيركل. برافو عليك. شفت ازاي قلت لك حتى دي sometimes a bit confusing. انا اسف ان انا I confused you وحطيتها شوت واحد، بس انا كنت بتالي انتوا ناس advanced فقلت ممكن اقولها مره واحده. لما اجي هنا اعرف function بنفس الاسم زي function الموجوده في البيز كلاس اللي هو الكلاس اللي بورث منه هيحصل conflict ما بين الاسم، فلازم اكتب كلمه new قبليها عشان الغي او مش الغي اخبي، بنسميها function hiding، بتخبي الفانكشن الجايه من البيس كلاس. طب بخبيها ليه؟ عشان ما يبقاش في كونفيوجن للكومبايلر داخل الكلاس اسمه سيلندر. اول لما تقول اريا هو عارف انت بتستخدم الاريا بتاعت السيلندر. ماشي؟ طيب لو حبيت استخدم الاريا اللي انا ورثتها هل حقي؟ حقك، بس عشان تفرق ما بينهم هتكتب قبلها بيز. كلمه بيز يعني البيرنت، بس هو للاسف ما فيهاش هنا ما فيش كلمه بيرنت في سي شارب، اسمها بيز. في جافا ليها كلمه تانية انا مش فاكر ايه هي حتى الكلمه الثانيه في جافا. المهم بتكتب بيز دوت اريا كده بقول له الاريا بتاع البيز كلاس اللي هو الاريا بتاع السيركل. بص هنا لما تحط عليها، شايف حطيت عليها الماوس، شايف اللي طلع هنا مكتوب عليه ايه؟ ها شايفينها؟ دبل سيركل اريا. سيركل دي بتاعت السيركل. ليه دي بتاعت السيركل؟ عشان حطيت قبلها ايه؟ بيز. لكن انت لو حطيتها كده شايف دي اريا جوه مين؟ شايفها؟ لا بتاع السلندر. سلندر. فالاريا لوحدها بتاعت السلندر. بيز دوت اريا بتاعت الايه؟ البيرنت. هو انا بسجل يا جدعان ولا لا؟ ريكورد شغال. الحمد لله. معلش انا بنسى sometimes. طيب تعالوا نكمل مع بعض بقيه الكود اللي موجود. مفهوم الحته دي؟ ان sometimes حتى دي بتكونفيوز الستودنتس، فاهمينها ولا لا؟ طيب حلو تمام ممتاز. تعال نشوف مع بعض. طيب دي يا باشا دي عباره عن ايه؟ بيريمتر. بيريمتر. طيب هل في بريمتر انا كتبته؟ انا ما كتبتوش دلوقتي. هل في بريمتر انا كتبته جوه السلندر؟ لا كتبته في السيركل بس. في السيركل بس، فاذا مفيش كونفيوجن.
هنا لو كتبت بريمتر هيجيب بريمتر بتاعت مين؟ بتاعت السيركل. There is no confusion. مش محتاج اكتب base dot عشان انا ما عملتش function تانية اسمها perimeter تخبي ال function اسمها perimeter الاصلية اللي انا ورثتها. اوكي شباب؟ very good. very good. very good. معلش يا ياسر. قول يا باشا. طب ما كده انا اتلخبطت في موضوع البيز. طب ما كنا كتبنا base dot perimeter زي الاريا دوت. البيز اوكي اوكي تعال نقول تاني. هنا ليه احتاج تقول base dot؟ عشان جوه السلندر في فانكشن تانية اسمها ايه؟ بتاعت الاريا. اريا في تو ارياز، واحده في البيز كلاس، واحده فين؟ في التشايلد كلاس. البيز كلاس هو مين يا محمد؟ المفروض السيركل. السيركل والتشايلد كلاس هو مين هنا؟ السلندر. سيلندر. فانا لما جيت كتبت الفانكشن اسمها اريا جوه التشايلد كلاس انا خبيت هايدنج. النيو دي اسمها فانكشن هايدنج. عملت هايدنج للبيز كلاس، عملت خفيت الاريا اللي كانت موجوده في البيز كلاس بكلمه نيو. شايف كلمه نيو دي؟ شايفها حضرتك. دي خبت الاريا اللي كانت موجوده في البيز كلاس. يعني ايه خبتها؟ يعني دلوقتي جوه السيلندر مجرد ما هشوف كلمه اريا انا عارف هي بتاعت السيلندر، ماليش دعوه بالسيركل خالص. معايا في دي ولا لا؟ مع حضرتك. حلو. طيب افترض احتجت ارجع للبيز كلاس ديفينيشن، احتجت الاريا بتاعت السيركل زي ما انا احتجتها هنا. ما هو عشان احسب الاريا بتاعت السيلندر انا بضرب الاريا بتاعت الدائرتين اللي هم الدائره اللي فوق والدائره اللي تحت، فبضربهم في 2. عايز احسب الاريا بتاعت الدائره واضربها في 2، يعني عايز اضرب 2 تايمز اريا اوف سيركل. لو انت فاكر الكلام اللي انا كتبته بالقلم في الصفحه اللي فاتت، يبقى هنا انت محتاج تنادي الفانكشن بتاعه السيركل. فعشان افرق ما بين الاريا الحاليه والاريا بتاعه السيركل بكتب قبلها بيز دوت. دي مفهومه؟ تمام. طب تعال نروح للبريمتر. هل البريمتر هيدن؟ يعني هل انا خبيت البريمتر بتاع السيركل؟ لا لا، عشان موجود زي ما هو، انهرتد زي ما هو. فإذا مجرد لما اكتب اسمه هو اوتوماتيكلي هيجي لي من فين؟ من السيركل بريمتر خاص. You only need to do base dot لو انت خبيته بكلمة ايه؟ كلمة new. فانت لو جيت جوه السيركل وعرفت بريمتر جديد خاص بالسيركل وعملت new such that انت عملت function hiding، خبيت الحاجة اللي اتورثت، كنت لازم تكتب base dot perimeter. تمام، شكرا. عفوا يا حبيبي. طيب متاكدين يا جماعه؟ دي sometimes confusing for some students، مش فاهمها يقول لي. طيب حلو، نبتدي بقى نعمل الفوليوم. مين كان يفكرني الفوليوم كان عباره عن ايه؟ دكتور معلش، في حاجه ما كنتش فاهمها بس. قول يا باشا انا معاك. البروتكتد ما فهمتش بتعمل ايه بالظبط. اوكي ليتس ستريت دلوقتي، بس استاذنك ممكن بعد كده اول لما تفهمهاش وقفني وقتها. اوكي تمام، بس اتس اوكي تعال نقولها مع بعض. البروتكتد بتعمل ايه دلوقتي يا شيري؟ تعال نرجع تاني للمثال ده. شايف الفانكشن او شايف الراديوس دي؟ الراديوس اللي موجود عندي، هل هستخدم الراديوس جوه السلندر؟ عشان الراديوس ليها السلندر ليها راديوس وهستخدمه في حساباتي، فانا هحتاج اشوفه في السلندر، هحتاج اشوفه في الكلاس اللي بتورث من السيركل، صح ولا لا؟ تمام. طيب السؤال الثاني، هل صح اخلي الفاريبل بتاعي اللي هو اللي اسمه راديوس ده يتشاف في المين بروجرام، والمين بروجرام يعتمد على الطريقه اللي انا عرفتها؟ لا اذا انا مش عايزه يتشاف فين؟ في المين بروجرام. قبل لما دخلنا في الانهيرتنس، لو كنت حاجه مش عايزها تتشاف في المين بروجرام كنت هتكتب قبليها ايه؟ برايفت. بس لو كتبت قبل الريديوس برايفت هي مش هتتشاف في المين بروجرام، فذاتس اوكي ذاتس جود. بس ات ذا سيم تايم هي برضه مش هتتورث، عشان تعريف برايفت
تعريف كلمة برايفت يعني فقط متشافة جوه الكلاس اللي هي متعرفة فيها. فإذا لو أنا خليته برايفت هو مش هيتشاف في المين بروجرام which is good، أنا عايز كده، بس في نفس الوقت مش هيتشاف جوه السيركل وأنا مش عايز كده، صح؟ أنا عايز أشوفه في السيلندر، أنا عايز أشوفه في السيلندر، صح؟ تماما. Which is why احنا اخترعنا visibility level تالت اسمه protected. Visibility level اسمه protected بيمنحها ان هي تتشاف في المين بروجرام، او مش عايز اقول في المين بروجرام عشان في المين بروجرام دي very restrictive، يمنحها تتشاف في اي حتة بره الكلاس الحالي واي حد تاني بيورث منه، بس في نفس الوقت بيخليها تتشاف في الناس اللي بتورث من الكلاس دي. يبقى اي حد هيورث من سيركل هيشوف الريديوس عشان الريديوس بروتكتد، لكن المين بروجرام او اي حد تاني ما بيورثش من سيركل هيشوف الريديوس؟ لا لا. بص اديها لك، ادي لك مثال تاني. انا اقول لك الحته دي، انا كنت sometimes بقولها بالطريقه دي بس لقيتها اتسلي شويه فبطلت. تعال نقولها دلوقتي تاني. ايه ده انا عملت ايه؟ انا دوست على الكيبورد وانا قاعد بماي البو. انا اسف جدا. اهو اندو 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 اهو سوري. طيب تعالى 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 نتكلم على المثال اللي كنت بديه زمان قبل لما يعني يشرح لك الحته دي. فحد منكم او انت اتفرجت على المسلسل البخيل وانا، او انا والبخيل ولا حاجه كده؟ كان زمان قوي كده، ما اعرفش تقريبا. اوكي. انا فاكر ان هو كان حط الفلوس تحت المرتبه بتاعته، فاكر؟ ولما مات ما حدش لقى الفلوس، وبعد كده لقى الفلوس. و يعني الانهيرتنس ليها علاقه بالكلام ده. بص يا سيدي، البرايفت يعني الراجل بخيل فاخذ الفلوس بتاعته ومشي في حته راندم في الصحراء ودفنها وحط الفلوس بتاعته هناك وما قالش لعياله. دلوقتي مين عارف مكان الفلوس؟ هو الشخص ده بس. طيب لو حصل له حاجه بعد الشر حد ياخدها؟ لا لا، متشاف عنده بس. دي برايفت. طيب تعال نشوف بروتكتد. بروتكتد اخذ الفلوس ودفنها في الصحراء في حته راندم، خزن الجي بي اس بتاعها وبعت الجي بي اس بتاعها في انكريبتد مسج لعياله. دلوقتي مين عارف مكان الفلوس؟ الراجل ده واولاده. الراجل ده واولاده دي بروتكتد. الراجل ده هو البيز كلاس واولاده هم الكلاسز اللي بيعملوا انهيرتنس. طيب شوف بقى الحته اللي جايه، الراجل ده بخيل برضو، اخذ الفلوس ده وحطها في الصحراء ونزل في الحاره بميجافون، يا جماعه الفلوس موجوده في الكوردينتس الاتيه، وقالها. مين شاف الفلوس دلوقتي؟ كل الناس كده قبل. كل الناس شافتها، which is not safe. ده public. انا مش هعملها public عشان مش عايز كل الناس تعرف مكان فلوسي عشان هروح في داهيه. على حسب private ولا public؟ على حسب. لو انا ما عنديش ولاد، يعني ما عنديش children، ما حدش بيورث مني، اخلي ال variable ايه؟ private. private عشان ما فيش غير يعرف. طيب لو في لي عيال هيورثوا مني عايزهم يشوفوها بس مش عايز بقيه الحاره تعرفها، اخليها ايه؟ protected. protected. فهمت كده الفرق بين protected والpublic والprivate؟ تمام. اوكي very good very good. طيب دي عملنا الفانكشن اللي بتحسب الاريا. تعالوا نعمل الفانكشن اللي بتحسب الفوليوم. اوكي public double فوليوم. شباب انتوا اسهل لكم في البروجرامينج او احسن لكم في البروجرامينج المحاضرات والسكشن الاونلاين ولا الفيزيكال؟ جماعه سامعني؟ انا رايي اونلاين كويس. ايه حد قال اونلاين صح؟ انا رايي اونلاين. اونلاين. طب حد قال حاجه تانية؟ انا دكتور فيزيكال. قول فيزيكال. اوكي. ايه الفرق؟ انا عايز اعرف. انا الترم الجاي ان شاء الله عايز اكتر الفيزيكال، يا ربنا يسترها. بس فانا عايز افهم منكم، اخد منكم فيدباك، هو ايه اللي بيفرق؟ دكتور الترم اللي فات مثلا في البروجرامينج لما كنا شغالين اونلاين
ما كناش شغالين بايدينا يعني، احنا كنا بنشوف الباشمهندس بيعمل ايه وخلاص. ده غير انه ما كانش معانا الداتا حتى ولا كود ولا يعني. المره دي لا، كان معانا الداتا عادي يعني، بس هو ما بنشتغلش بايدينا. الترم ده احنا مع باشمهندس اسلام هو بنشتغل بايدينا، وكل مثلا حد بيطلع له ايرور بيروح جاي بيصلح له الايرور، بيفهمه فين الايرور وكده. طيب المحاضرة احسن تبقى فيزيكال برضو ولا لا؟ المحاضرة على حسب، لو كده كده مش هنشتغل بايدينا تبقى الاونلاين احلى طبعا. طب ليه ما نشتغلش بايدينا؟ هو انتوا المحاضرات ممكن نجدد لكم محاضرات في اللاب بعد كده. ماشي ماشي، خلينا نفكر فيها. شكرا يا جماعه، ثانك يو فور ذس فيدباك. انا بفكر بس ان انا عايز ماكسيمم استفاده، يعني عايزكم تستفيدوا ماكسيمم. لو احنا هنشتغل بايدينا لما يبقى فيزيكال يبقى نخليها فيزيكال كلها. طيب طيب تعالوا نكمل مع بعض بس نشوف الدنيا شكلها ايه. اوكي تعالوا نشوف مع بعض ازاي نحسب الفوليوم. مين يفكرني الفوليوم كنت بحسبه ازاي؟ I R squared times the height. اللي هو ال area بتاعت مين؟ Circle. Circle times height. Return. اديني ازاي اكتب ال area بتاع circle بالوقت. Base dot area. Awesome. Base dot area times height. شفت ازاي ال inheritance سهل عليا كتابة الكود؟ قبل كده كنت هتخلي الكلاس بتاع السلندر ده جواه radius، وهتكتب الفانكشن بيحسب الاريا، كل الكلام اللي احنا عاملينه ده هيضطر يتكتب from scratch. لكن شايف دلوقتي، شايف الكلاس بتاع السلندرز on tut ازاي؟ اهو من هنا لهنا بس. This is because of inheritance اللي خليني اقدر اكتب الكود بتاعي in such a concise manner بشكل كده صغير منظم، هو inheritance. اوكي طب خلينا دلوقتي ايه متاكدين ان احنا فاهمين الحته دي كويس. طيب تعالوا نشوف ازاي ممكن نستخدم الكلام ده في المين بروجرام اهو. سيركل A سامي نيو سيركل cylinder B تساوي new cylinder اوكي. سؤال بقى للناس الكويسه اللي مركزه معايا من الاسبوع اللي فات، انا كده بنادي ايه دلوقتي في السطرين دول؟ بعمل new object in the cylinder master. perfect perfect. بنادي ايه بقى الحاجه اللي بتساعدني دلوقتي؟ الكونستراكتور. Default constructor ممتاز كده. بنادي default constructor بيحجز مكان نحط zeros في numericals و null في non numericals. Very good. طيب تعالوا نستخدمها. قول له a.radius تساوي مثلا 6، b.radius كان مثلا 10 او 19 اللي اتكتب مني بقى، و b dot height تساوي 7. اوكي لاحظ عشان بس حتى دي مهمه، ومش عارف برضو ليه كان الناس بتتلخبط بيها، ان الراديوس ده غير الراديوس ده، ده واحد وده واحد تاني. الاولاني ده الراديوس بتاع A والتاني ده الراديوس بتاع B. الاثنين واخدين مكان في الذاكره، حاجز لهم مكان في الذاكره. Do not think، محدش يفتكر ان الانهيرتنس بتوفر مكان في الذاكره اثناء الران تايم، ما بتوفرش. بالعكس هي ممكن تزوده شويه عشان هتحتاج تعمل مانجمنت للانهيرتنس والاونلاين والكلاسز بتاعتك. هي بس بتوفر لي في الكتابه بتاعت الكود، يعني شفت الكود بفوق كتبته بسهوله، لكن اثناء الران تايم انا ما بوفرش في الميموري بالانهيرتنس خالص. اوكي؟ طيب نبتدي نكتب الحاجه بتاعتنا اهو. Right line. The area of circle is plus A dot area okay plus
and the area, the AB by the volume muscle of the cylinder is plus B dot volume. Okay, and we're done. ده الكود بتاع inheritance. في اي حد عنده اي مشكلة في اللي احنا قلناه لغاية دلوقتي؟ لا تمام. Very good, very good. انا ممكن ادخل في البوليمورفيزم دلوقتي بس مش عارف هتبقى سهلة بالنسبة لكم ولا لا. طيب تعالوا ندي الفكرة على الاقل والاسبوع الجاي ممكن نتوسع فيها عشان ما بقاش برضو بحشي. انا بدي الفكرة بتاعت الحاجة يعني اديت لك الفكرة بتاعت الـ inheritance اديت لك الفكرة بتاعت الـ accessories اديت لك الفكرة بتاعت الـ constructors بس انا ما اشتغلتش معك examples فانا مش عايز اجري في الافكار وخلص كل افكاري بعد كده ابقى ايه ما اديت لكش اي مثال فانا هدي لك دلوقتي الفكرة بتاعت اللي جاية دي اللي هي الفكرة بتاعت الـ abstract classes والاسبوع الجاي هنطول فيها وبعدين I will pause شوية في الأفكار ودي multiple examples عشان تبقى أخدت أمثلة نحلها يعني بإيدينا نكتب كود مع بعض بدل ما بدي فكرة بـ tiny example كده صغير artificial وقف عشان الدنيا تبقى واضحة. طيب تعالى نرجع تاني للفكرة بتاعت الـ abstract class. أوكي دي أهو solved on Visual Studio. أنت بتعرف توصل للكود يا جماعة صح؟ انا بعت لكم الدروب بوكس بتاعه صح بتعرف توصلوا اه تمام كويس طيب تعالوا نروح للفكره الثانيه الفكره دي هتفتح لي على فكره او على فكره مش لازم الفكره تفتح لي على فكره على فكره مش عارف انا بقول sometimes كلام غريب اوكي حد منكم تاني محمد قال لي على البوليمورفيزم اوكي فاين وي جوينج تو ستارت بوليمورف Okay, and polymorphism ليها معنى. It comes from Greek. Poly يعني multiple. Morph معناها شكل أو shape. But polymorphism يعني الحاجة بتاخد multiple shapes. A class means that a variable can take values of different shapes. Now, the technical term here, classes. Okay. هنوصل لها البوليمورفيزم دي ازاي نعملها؟ بعملها بحاجتين بحاجة اسمها virtual keyword اسمها virtual methods أو بي abstract methods دول الحاجتين اللي بيسمحوا لي أعمل polymorphism. Virtual is very easy فأنا هسيبها الأسبوع الجاي عشان هديلها كلمة واحدة والكلمة واحدة كده واشتغل بيها على طول. لكن الـ abstract methods والـ abstract classes are a complicated topic تعالى نفرش لها فرشة شوي. What are abstract classes and methods and how can they be used? Okay, الـ abstract class نبدأ بالـ abstract class وندخل الـ abstract method. الـ abstract class is a template. Okay. An abstract class is a template that cannot be used directly in a program. Okay, it cannot be used directly in a program. It can only be used to force child classes to implement a certain set of functionality. الكلام الفاضي اللي انا عمال اقوله ده. الابستراكت كلاس يا باشا از تمبلت ما اقدرش استخدمها مباشره يعني ايه ما اقدرش استخدمها مباشره؟ يعني ما اقدرش اكريت منها اوبجكت. You cannot create an object from an abstract class inside a program. You can't. It's not possible. You cannot create
an object from an abstract class group. ما ينفعش. لو حاولت تعملها تطلع لك error. طيب ايه لزمتها؟ لزمتها ان انا استخدمها كتمبلت افورس بقيه الكلاسز انهيرت مني امبلمنت فانكشن معين. لغايه دلوقتي في حد مش فاهم الكلام اللي بقوله ده؟ طيب تمام. Very good, very good. عارفين التمبلت بتاعت ال PowerPoint؟ مش في PowerPoint في templates؟ بتحط التمبلت تدوس عليها ويطلع لك الشكل وتبتدي تكتب جواها صح؟ This is exactly like an abstract class. The abstract class بيدي لك شكل عام كل واحد من الناس اللي بينهرت منه بيعمل الimplementation بتاعت الشكل ده بالطريقة الخاصة دي. I hope you're not confused. I will make it clear دلوقتي. I hopefully any more clear. طيب. Why would this be beneficial? الإجابة A. Team leader and use abstract classes to make sure that all child classes implement a certain functionality. Okay. طب تعالى تعالى ندي concrete example. Assume that you want to design a set of classes to represent shapes. Okay? All these shapes, it should be possible, to calculate the area of all these shapes. طب تعمل ازاي؟ انا عايز دلوقتي التمبلت بتاعي واضح هنا بقى ايه اللي محتاج افورسه على الناس. لازم افرض على الناس كلها اللي بتعمل classes which are shapes ان هي تحسب ايه؟ الاريا بتاعته. حد عنده اعتراض؟ هعمل بيرفكت بيرفكت. هعمل الكلام ده ازاي؟ طبعا في حاجات كتيره common ما بين shapes اللي هو color بتاعها والthickness والكلام ده والposition. انا مش هدخل في الكلام ده، انا هدخل بس على اللي انا عايز اعمله اللي هو بتاع الاريا. انا هديفاين بيز كلاس، هسمي الكلاس دي شيب. استاذنك هكتب ابستراكت كلاس شيب. كلمه ابستراكت ان دي مش كلاس حقيقي. يعني ايه مش كلاس حقيقي؟ يعني مش او مش حاجه امبلمنتبل، يعني مش هقدر اجي في المين بروجرام وكريت اوبجكت منه. معايا من دي؟ يعني مش هتعرف تكريت اوبجكت من نوع شيب. مش هتعرف. لو حاولت تعملها، حاولت تنشئ object من نوع shape، هيطلع لك error. عشان هو ده فقط كتمبلت. وبعدين اكتب اسم الكلاس او الاسم الفانكشن اللي انا عايزها افرض على الناس كلها تمبلمنتها. وكاتب abstract برضو. double. اسم الكلاس، اسم الحاجه بتاعتك، مثلا area. افتح brackets واقفل brackets واقفلها بالمنظر ده. شايف؟ هل دي ليها implementation؟ هل دي ليها كود جوه بيعمل حاجه؟ لا لا. Which actually makes sense because انا مش عارف احسب الاريا بتاع الشيب الا ما اعرف هو اني شيب. يعني مفيش معادله موحده لحسبه الاريا for all shapes. فit makes sense ان الفانكشن دي تبقى فاضيه. اوكي؟ فانت كده دلوقتي عملت الابستراكت كلاس بتاعك. بعدين هتيجي تعرف الكلاسز الخاصه بيك. تعالى نبدا بالسيركل عشان السيركل سهله مثلا. اول كلاس سيركل. وعايز اورث من الابستراكت كلاس. طب انا عايز اورث من الابستراكت كلاس ليه؟ خلي بالك ان قلت لك ان ممكن تبقى في حاجات ثانيه كومن اللي هو الكلر والشيب والكلر والثيكنس والبوزيشن، ممكن دول تبقى عايز تورثهم فتحطهم في الشيب برضه. بس دلوقتي الهدف اللي انا عايزه هنا يحصل ان انا عايز اورث من شيب عشان افرض على الشخص اللي بيمبلمنت الكلاس اللي اسمه سيركل، ها، لازم يحط جواها فانكشن اسمها اريا. مفهومه دي؟ طيب. انهرت من شيب اهو وابتدي اكتب الحاجات بتاعتي اهو. دبل
تعال نعمل الاكسس على طول public trouble radius get set اوكي اهو public double perimeter return two times radius times pi. اوكي حد عنده اي اعتراض في اللي بقوله ده؟ good. طيب لو انا وقفت على كده وقفت على كده ودخلت في المين بروجرام بتاعي وجيت عملت سيركل A يساوي نيو سيركل، حد ممكن يتوقع ايه اللي هيحصل؟ من القصه اللي انا حكيتها من شويه. صعب تتوقعه صح؟ طيب تعالى تعالى انا امشيك ستيب باي ستيب. سيركل نقطتين شيب معناها ايه؟ عملت inheritance من shape. عملت inheritance من shape، يعني دلوقتي جوه shape في function اسمها area ولا لا؟ Actually لو انا عملتها كده هتبقى لا، مين يقول لي ليه لا وبعد كده يصلح لي اعمل ايه عشان اخليها تبقى inheritance. For 5 marks يلا. دي غلطة انا ما كنتش قصدي، هي جت الغلطة كده بالصدفة بس انا هستخدمها اعلم حاجة. هو ايه السؤال يا دكتور معلش؟ السؤال انا اول سالت اذا كانت دلوقتي لما اكتب الحته دي شيب هيبقى فيها فانكشن اسمها اريا ولا لا، وانا كنت مقتنع هيبقى فيها وانتوا قلتوا وانا بقول لكم يعني انا غلطت معاكم فيها وانا بقول وبعد كده بصيت قلت لا دي مش هتبقى فيها اريا اصلا. ليه مش هيبقى فيها اريا؟ هيقول لي ليه ما فيهاش اريا؟ هدي له بلس 5. ايه عشان ابستراكت؟ نو نو هي عشان الاريا فاضيه تقريبا المخلي الاريا دي على حسب الشيب انت تعدلها. نو 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 كل الحاجات دي انت ليك حق فيها بس هي هتنهرت يعني هتنهرت بس هتطلع ايرورز. بس هو انا بقول لك ان هي مش هتنهرتها اصلا عشان ما فيش اريا موحده ما بين الشيبس كلها يا دكتور. نو 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 الكلاس ذات نفسه ابستراكت. نو 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 حاجات اخذناها قبل كده مش جديده. أنا ما استعملتش الأريا في السيركل. لا. عشان ما لهاش طيب الأريا. قول يا باشا. عشان الأريا ما لهاش طيب. لا ليها طيب، إيه الطيب بتاعها؟ ما هو قصادك إيه الطيب بتاعها؟ إيه الطيب بتاعها يا باشا؟ الطيب بتاعها إيه؟ دبل بلس 5. طيب بص انا ما كنتش قصدي في الغلطه دي بس هي جت هنتعلم منها. كمان بلس 10 يلا اللي هيقولها لي بلس 10 في اي هنت يا دكتور؟ هي من الحاجات اللي قلناها قبل كده هي مش حاجه جديده، مش حاجه جديده خالص. كمان ده انا بصيت عليها اول ما بصيت عليها. هي الاريا دي جوه نل ولا الاريا دي ايه؟ اللي هي بتاعت الابستراكت دبل اريا دي جوه نل ولا نل؟ لا ما لهاش علاقه بالنل خالص. هي ما فيهاش كود بس هي ما لهاش علاقه بالنل يعني. عشان ما تعملش ريتيرن او حاجه؟ because it's abstract. هي ما تعملش ريتيرن عشان هي abstract بس هي ما هو تعريف الابستراكت كده يعني ده مش هياثر عليا في الانهيرتنس. عشان ما اقدرش اعمل منها اوبجكت؟ لا ما اقدرش تعمل اوبجكت من شيب بس 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 مش شيب ايوه بس ده ما يأثرش على الانهيرتنس. الانهيرتنس بتورث ال ما هي بتورث منها عادي بتورث عادي. ايه اللي هيمنع الاريا تتورث؟ الفيزيبيليتي. برافو يا محمد يا اشرف اهو اكتب محمد اشرف بلس 10 الفيزيبيليتي بتاعتها ايه يا محمد؟ الفيزيبيليتي بتاعتها انا مش محددها فهتبقى برايفت برايفت
وانا لسه قايل لك من شويه البرايفت ما بيتورش، لازم اخليها ايه protected او public. Protected او public، انا اخليها public عشان عايز الناس كلها تستخدمها. ثانك يو محمد بلس 10 كتبتها لك، ثانك يو. بصوا هي الحاجات الصغيره دي هي يعني بتفرق معاك في الكودينج. يعني انا ما كانش قصدي والله، انا بكتبها نسيت اكتب public. اوكي، فبس لازم يبقى لما تبص على الكود تبقى عينيك صاحيه، تبقى فاهم ايه اللي بيحصل. اوكي، فانا ما حطيتش فيزيبيليتي الديفولت بتاع برايفت، ما دام برايفت مش هتتورث، بيتورث فقط البروتكتد والبابليك. طيب خلاص، انا كده دلوقتي صلحتها وعملت لها انهيرتنس، يبقى اذا دلوقتي الكلاس اللي اسمه سيركل جواه فانكشن اسمه اريا. جواه فانكشن اسمه اريا ولا مش جواه فانكشن اسمه اريا؟ جواه. خلاص كده انا ورثت فانكشن اسمه اريا. طيب بس الفانكشن اللي اسمه اريا اللي انا ورثتها ليها امبلمنتيشن ولا هي ابستراكت مجرده ما فيهاش حاجه؟ ايه اللي حصل يا جماعه؟ احنا كنا ماشيين كويس قوي، ايه اللي حصل؟ انتوا وقعتوا مني، انتوا مش فاهمين انا بقول ايه؟ اصل بس قطع، اصل قطع بس قطع. انا اسف، انا اسف. سامعيني كده؟ تمام تمام حضرتك. بقول الفانكشن اللي اسمها اريا اللي ورثتها ودخلت في شيب دلوقتي ليها امبلمنتيشن ولا فاضيه؟ اي فاضيه. فاضيه. طب لو حاولت استخدمها، استخدم حاجه فاضيه يجوز؟ المفروض تعيد. ما ينفعش تستخدم حاجه فاضيه. انت لو انا بعدلها، انا بقى لازم اعدلها انا بقى، فعشان الكومبايلر يمنعني لو انت عملت كده دلوقتي هيقول لك cannot create an instance of circle because it contains an abstract method. طبعا بص انا مش عارف الايرور بالظبط بشكل ايه، كنت فوت اعملها الكومبايلر مش عارف ايه اللي كتبتها هنا، بس هيطلع لك ايرور المعنى بتاعه ان هو دلوقتي مش قادر يكريت اوبجكت جديد من نوع سيركل عشان جواها ميثود ابستراكت. هتضطر انت تكتب طريقه جديده او تعمل اوفر رايد، شوف الكلمه دي، هتعمل اوفر رايد للفانكشن اسمها اريا وتمبلمنت فيها الاريا بتاعت السيركل. هتيجي تكتب هنا، مش عارف ايه اللي حصل دلوقتي، اهو نكتب كده public override. شوف كلمة override دي مهمة قوي، مهمة قوي، وبرضه انا مش فاكر هي public override ولا override public، هجربها على الكومبايلر وتطلع لي، ما بحفظش الكلام ده. اوكي، double area وتكتب الكود بتاعها اللي هو return two times pi two times pi. ايه اللي بعمله ده؟ pi r squared pi times radius times radius. ودلوقتي هتشتغل. يبقى امتى اشتغلت؟ امتى قدرت استخدم الكلاس؟ لما عملت ايه؟ عملت override. But it is forcing me. دي هتفورس مي لو انا بانهرت من شيب ان غصب عني لازم اعمل الفانكشن اسمها اريا. فايت از اي ميكانيزم اوف كنترول. انت كتيم ليدر لو عايز التيم بتاعك كله يمبلمنت فانكشن معينه هتحطها في ابستراكت كلاس وتخليهم كلهم ينهرت منها. ما دام كلهم بينهرت منها مش هيعرفوا يرنوا الكلاس بتاعهم او يعملوا عليها يونت تيستينج او اي حاجه في السوفت وير ديفلوبمنت بتاعتهم قبل لما يمبلمنت الفانكشن بتاعتها باوفر رايد. وخلي بالك انا هنا في الابستراكت كلاس ده انا حطيت ميثود واحده، انت ممكن تحط as many methods as you want. ممكن يكون عندك هنا abstract public int blah blah blah. اوكي، واي سيركل او اي كلاس تانية بتنهرت من شيب لازم لكل واحده، ركز معايا دي، لكل فانكشن مكتوبه ابستراكت جوه شيب
لازم ينظرها function مكتوبة قصادها كلمة ايه؟ override. غير كده مش هتعرف تنفذ الكود بتاعك, كودك مش هي execute. فدي طريقة عشان افورس كل الناس اللي في التيم بتاعي يعملوا ديزاين انا عايزه. مفهومة دي ولا لا؟ طيب انا هفترض ان احنا كده فهمنا, هقفل المحاضرة على كده, والاسبوع الجاي دي التوبيك ده هبدأ منه هنعمقه اكتر ونشوف ازاي ممكن نستخدمه عشان نعمل اللي احنا بنتكلم عليه ده, ونعمل الحتة الاساسية اللي انا كنت بتكلم عليها اللي حد منكم جاب سيرتها قبل كده اللي هي polymorphism. اوكي نوريك الابستراكت ميثودز اللي هي الطريقة دي, دي الابستراكت ميثودز اللي بنتكلم عليها دلوقتي. اوريك ازاي بتقدر بالابستراكت كلاس تمبلمنت فكرة البوليمورفيزم. فكرة البوليمورفيزم is the most complicated concept in object oriented programming. لو انتوا فهمتوها يبقى perfect, كل المفاهيم بتاعت الobject oriented programming الجاية تبقى سهلة بالنسبة لكم ان شاء الله. اي حد عنده اي سؤال لغاية المرحلة دي؟ very good, thank you. يلا اشوفكم على خير ان شاء الله الاسبوع الجاي. دكتور ايوه يا باشا اقول. معلش يا دكتور المحاضره اللي فاتت حضرتك ما نزلتش الفيديو بتاعها. لا الفيديو بينزل بس انا بحطه لك في البلاي ليست. دخلت على البلاي ليست شفتها موجوده على البلاي ليست على اليوتيوب. هتلاقيها البلاي ليست. انا ما بنزلش بقى, مش بطلت اشير واحده واحده, انا بحطها في البلاي ليست واحده هتلاقيها كلها اتحطت. بس حضرتك كانت اخر واحده انا اسف ان انا قطعت حضرتك, كانت نمبر 2 حضرتك يا دكتور. السري ما كانتش موجوده. مش موجوده على البلاي ليست نمبر 3؟ لا مش موجوده. انا مش موجود. انا بعتذر خلاص هحطها لكم. I'm sorry. شكرا دكتور. مرسي يا جماعه. ثانك يو. يلا نشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله يا شباب. مع السلامه.